السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كتير من العالم طلبت مني الحساسيه، وكتير من العالم طلبت مني انه افتح تقديم للكلان. طبعا انا ما رح افتح كلان واحد، لا افتح ثلاثه، واحد للفئه القويه جدا، وواحد للفئه المتوسطه، والثالث للفئه الجيده. وطبعا الشروط رح تناسب الكل، واكيد انا رح اعمل بطولات واعمل تحديات واعمل كتير قصص وفعاليات، واكيد رح اعمل كمان تحديات على شدات. والأهم لأنه بعض البطولات رح أعملها أنه تصنفك كلاعب، يعني إذا أنت كنت بالفئة المتوسطة إذا ربحت التحدي أو البطولة رح تصير بالفئة القوية، هون بكون لعبك بيّن أكيد. والأهم الحساسية بنهاية الفيديو مع الشروط، وهي القوة الحساسية، وبترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. وهون شامي أول واحد بيقدم على الكلان. طبعا معنا هون لاعب شامي أول واحد قدم على الكلان، لاعب أيباد بيلعب 90 فريم بنجو 20 ثابت. طبعا هو لاعب مستودع بطولات، كتير متمكن وكتير حافظ المستودع. هلا بتشوفوا أنتوا باللقطات. هون كتير حاولت اخدعه مشان ألقطه، انه لو ما عملت هيك ما بلقطه انا. The blue team has scored for the first time. Reloading. Cover me. هون شفتوا انه ما طلع لي على اليمين، لانه طلع على اليمين غلط، وانه كتير حافظ المستودع. شايفين هون فورا طير لي دمي، سوالي يا نصه فورا. هون فورا غلطت معه غلطة صغيرة فورا شالني. هون اللاعب مستودع مستحيل، غلطة صغيرة بتغلط معه فورا بشيلها. هون حاولت اني اسحبه واختبره، حاولت هون اسحبه ما كان يطلع على اليمين، فورا طلع على الحاوية استحكمني وشالني، يعني لاعب لا يستهان فيه. هون بحاول انه اسحبه على اليمين، فورا بيجي على اليسار مشان يستحكمني، فورا انا بتراجع شوي لورا مشان استحكمه. هو قال لي انه انا لاعب بطولات، انا حبيت عن جد اتاكد انه هو لاعب بطولات مستودع عن جد ولا لا. حبيت العب معه هذا الكل فول كبر. شوفوا لي هذا الكل اجاني على اليسار، فورا انا تراجعت لورا لانه رح تصير الافضليه له. وهون اجا بالشله وما عم يطلع من قفل كمان. انتبهوا انه حركته مدروسه يا شباب، هون اتاكدت انه لاعب مستودع. لاحظوا كتير منيح انه ما عم يعطيني مجال انه بش عليه نهائيا، مع انه انا بنقي حلو وبلعب 90 فريم. هو كمان نفس الشيء، يعني ما عم يعطيني اي مجال انه بشله، يعني يوم اللي بدمجه انا فورا هو بيدمجني. هون حاولت اختبر ذكائه باللعب وتراجعت لورا ورديت اخذت هذا الكبر. كتير كتير سريع يا شباب، يعني شايفه حتى صرخه كله هيد شوت. هون حاولت اني اخليه بالشله، ما بالشله لانه بيعرف حاله رح ينشال. يعني هون كتير كتير صدمني الصراحه بلعبه وذكائه. هون عن جد صدمني بسرعة الدوتش اللي عنده، يعني أنا غلطت معه غلطة إنه واجهته على اليسار مباشرة شالني بنوب، ما أعطاني مجال.
وهي الغلطة الثانية اللي إنه بعمل له جامب، الجامب كتير غلط بالمستودع، وهون قلت لحالي أنا لح أخسر، لح أوقف اختبارات شوي، لأنه إذا ما لعبت معه لعبة الأساسي لح أخسر، هون بوقف شوي اختبار وبلعب لعبة الطبيعي. انتبهوا لي على حركتي شلون بتصير مدروسة يا شباب. اللي بقول ليش ما عم تبش يا نور وليش كذا، حتى هو ما عم يبش، يعني ما بس انا كلاعب مستودع وكلاعب بطولات اجباري بدك تلعب هيك لعب، يعني انه انا بحاس انه يروح جيب لي اثنين بيلعبوا 40 فريم وضل عم جيب فيهم لقطات لبكره، لا ما دخل لاعب البطولات حتى ما بيعطيك اصلا مجال انك تصيبه هيد، يعني شايفين شوفوا ولا ها بلحظه واحده بيعمل لي جنب بشيلني، ليش؟ لانه اللاعب ضدي كثير لعيب وما بيعطيني مجال. هون أنا ببلش لعب الجد بهذا الكلب. هاي الحركة تبع تمشي بلزق الحاوية كتير بتفيدك، حتى لو ضدك بيلعب سماعات محيطية ما بيسمعك وما بيركز وين أنت بالضبط، يعني كتير استخدمها وكتير رح تفيدك حتى ضد العالم المحترفة. يعني هون بس شفت انه دمي طار، لا مباشرة لازم تنسحب لورا، ليش؟ لانه خلص الكل معروف صار لإله، انت مباشرة حاول ترجع لورا. انك تاخذ كبر اهم شيء بالمستودع اذا كنت لاعب بطولات، اهم شيء انه اذا ما اخذت كبر اصلا انت ما لها تحسن تعمل بيك. هذا الكل على قد ما اللي كنت مدمجه وكان رح يشيلني، ليش؟ لاني واجهته على اليسار، بس انا كنت مأمن يعني انه مدمجه كثير. وهون بلشت تصير النتيجه الي وهو صار بده يبشلني. واكيد باخر الروم اذا كانت النتيجه فارقه الك خصمك بيتلبى كثير وما عاد يعرف يلعب. وهون انا ضليت كبر عم حاول انه اختبر لعبه بالبيكات وذكائه باللعب. انتبهوا لي على هالكل، الصراحه كتير 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 عذبني هذا الكل، بس انا كان حق علي، بس انا كنت بدي اختبره هذا الكل وشوف شلون لعبه بالدوتش وبالبيكات. ما شاء الله ولا خلاني شوفه، انتوا لاحظتوا قديش الدوتش عنده سريع؟ وشوفوا حتى هذا الكل عن جد شي 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 فاخر على الاخر والله. انتبهوا ولا شفت شي. وهون بكون خلصنا الروم واكيد وطبعا مقبول ما شاء الله عليه. وهاللي بحب ياخذ الحساسيه للجيروسكوب وبدون جيروسكوب بتشتغل للجوال وللايباد، هي اذا بتحب تاخذها تنقيل انت اذا كان خالص مده الكود، وهي الكود اللي بلحق ياخذ الكود
الشروط هتكون كتير سهلة. الشروط كالتالي: لازم تكون عندك بطاقة تغيير اسم، لازم يكون متفاعل، لازم يكون عندك مايك، أهم شيء يكون عندك مايك. الشغلة الرابعة: بختبرك روم، إذا كنت لاعب متوسط، إذا كنت لاعب جيد، إذا كنت لاعب قوي. إذا كنت لاعب قوي كتير رح فوتك على كلان الأساسي، إذا كنت لاعب متوسط رح فوتك على كلان المتوسط، إذا كنت لاعب جيد رح فوتك على كلان الجيد. إذا كنت لاعب متوسط ومع الوقت أثبتت جدارتك ولعبت بطولات وفاجأتني، مباشرة رح حولك على كلان الأساسي. وإذا كنت لاعب بكلان الجيد، إذا كنت أثبتت جدارتك رح فوتك على كلان المتوسط، وطبعاً رح ألعب على التوب والكل رح يلعب معي على التوب، وطبعاً الكل رح يفوت معي بالمجموعة على الواتساب أو على التليجرام. والمهم رح يكون بالكلانات في رومات، رح يكون في بطولات، رح يكون في سكرمات، وطبعاً في كتير شغلات وفعاليات وتحديات وكتير قصص. والمهم هلأ هون بكون وصلنا نهاية الفيديو، وبتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.